مرحبا بكم، حسن الشاوي منعش عقاري ودابا منعش سياحي. الفكره ديال انجاز هذا الاوتيل هذا في قنيطره جات اولا فيها شويه ديال الحنين لمسقط الراس القنيطره، ثانيا كنشوفوا هذه الحركه الاقتصاديه اللي كتعيشها مدينه قنيطره من واحد 10 سنين دابا، كنشوفوا النمو الاقتصادي والاجتماعي والعمراني وكل شيء والسياحي حتى هو كذا، لابد خص المرافق اللي تواكب هاد النهضه ديال مدينه القنيطره. فهذا كان باش تكون واحد الارضيه خص تكون متكامله بما فيها الطاقه الاستيعابيه ديال الناس اللي كيجيو اللي خدامين في المنطقة الصناعية. هاد اوتيل ايدن بوتيك اوتيل سميناه بوتيك، عطيناه واحد اون بوتيت توش فنية ارتستيك باش ما يبقاش باش ما نبقاوش دائما نهربوا ما نبقاوش غير في المناخ ديال الاعمال، نعطيو واحد لاتوش ارتستيك. قنيطرة عندها جميع المؤهلات باش تكون باش ماشي هي كانت وجهه سياحيه وغادي ترجع عاوتاني وجهه سياحيه، لانه حنا بعد من مهديه من الشاطئ ب 9 كيلومتر. في الحمد لله كاين بزاف كاين بزاف ديال المرافق كيتزادوا هنا في قنيطره. درنا جوج ولا ثلاثه ديال الاسباب، اولا في الاوتيل باقي جديد، درنا اثمنه ماشي مناسبه جد مناسبه، يمكن لي نقولها الا سمحتوا لي. دونك هنا الغرفه اليوم كنبيعوها ب 700 درهم ولا 800 درهم اللي كانوا جوج ديال الاشخاص داخل معاهم الفطور، والغرف غادي تكونوا شفتوهم وزرتوهم كتشوفوا ستوندين تاعهم، غرف ديال على الاقل اربعه نجوم، على الاقل غرف ديال اربعه نجوم. وعندنا الريستورون حتى هو في الحمد لله مستوى عالي كبير، عندنا الجوده ديال المطبخ وعندنا الشاف مستوى عالي الحمد لله، وديال الخدمات كلهم ديال السيرفيس في الريستورون وفي لي زيتاج وفي السيكوريتي البيرسونيل، جميع المشغلين والمستخدمين ديال الفندق عندهم كتكون عندهم واحد انفورماسيون مداومه في لا فورماسيون في انفورماسيون كونتينيو، دائما كنخدموا بحال الشكل الاكاديميك دائما، كل صباح كل عشيه كل صباح كل عشيه كيكونوا دي بريفين كيكونوا دي فورماسيون من عند المسؤولين على كل بوست، شاك بوست المسؤول ديالو كيجمع البيرسونيل ديالو وكيعطيهم دائما كاين جديد كيعطيهم تعليمات جداد وكل شيء، وكنصنتوا للكليون اشنو كيبغي والملاحظه ديال الكليون. نيتش دابا كاين العامل ديال اننا مازالين عاد فتحنا جداد، دونك دايرين اثمان ديال اوتيل جديد عاد تفتح، خصنا نبدا نديرو هذا باش يتشهر. كاين العامل الثاني وهو ديال الكوفيد، ما كاينش العدد اللي كيتكاثر ديال ما كاينش عدد كثير ديال الكليون ديال الناس، ما ظنيتش اننا بهاد السرعه هذه غادي نزيدو نطلعوا في الاثمان، لا مازال باقي الحال، يمكن يجي شي وقت دابا لا. ما قنيطره حنا درنا هاد الاوتيل درناه ليهم الناس ديال قنيطره، ودرنا واحد النقطة بغيت نمشي ليها وهو المطعم ما خاصش غير بالنزلاء ديال الاوتيل بوحدهم، بل حتى الناس من برا واخا ما يكونش ساكن في الاوتيل تيمكن له يدخل يفطر يدخل يتعشى يدخل يتغدى. عندنا قاعات ديال الحفلات، عندنا قاعات اجتماعات، قاعات ديال دي سيمينار، قاعات ديال لا فورماسيون تيمكن لهم مجهزين بتقنيات باخر ما كاين في التقنيات السمعيه والمرئيه، تيمكن هادشي كلشي في الخدمه ديال القنيطريين وفي الخدمه ديال المغاربه فين ما كانوا في المغرب ولا في الخارج. الناس ديال الخارج كيجيو عندهم اثمنه ديالهم، كاين صاحب الجلاله موصي عليهم ولا بدا نعملوا بتعليمات ديال صاحب الجلاله، وحنا راه الاشاره ديال الزباين كلهم من المغرب وخارج المغرب. السلام عليكم، مرحبا بكم عندنا. انا معكم بشرى بن خوجه ريسبونسابل ديال غيستورون.
انا من لي زوريجين ديال الشرق، اللي تربيت وكبرت في مراكش، قريت سياحه في مراكش، وخديت القرار انني نجي نخدم هنايا في قنيطره. اول حاجه اختاريت البروبريتير اللي هو السوشاوي. السلام عليكم. في بادئ الامر منير حرير، كوبريتر اكزيكتيف شيف. في الخبره ديالي اكثر من 22 سنه، مريت بعديد من الفنادق في خارج المغرب وداخل المغرب، في عديد التخصصات، كثير من الدول العربيه والدول الاجنبيه. الحمد لله انا مستقر في المغرب، والتخصص ديالي هو اعاده الافتتاح وافتتاح الفنادق الجديده. احنا التخصص ديال عندنا نقطه بيع اللي هي في الفندق، عباره عن مطعم اللي متوجه واحد التوجه في مطعم ايطالي والمطعم المغربي. وحنا كنحاولوا ما امكن نشتغلوا على هاد، ان نحتفظوا على اللمسه المغربيه اللي في المطبخ المغربي الاصيل، وكندمجوه مع المطبخ الايطالي، وكنحاولوا نعطيو اطباق راقيه جدا. كنوجهوا الشكر، وبالنسبه لهذه اضافه كبيره في القطاع السياحي بالنسبه لمدينه قنيطره، يكون فيها فندق بهذه المعايير وهذه الجوده. هذه عندنا الحمد لله مطعم راقي جدا، كيقدم اطباق راقيه، اطباق تقريبا على مستوى عالي. كنحترموا الجوده، كنحترموا المعايير الماخوذ بها في هذا القطاع، القطاع السياحي. وكما قلت هذه اضافه كبيره لمدينه قنيطرة، يكون متواجد فيها فندق بهذه المعايير الدوليه. حاليا احنا كنستغلوا بالتوابل اللي هي، كنحاولوا ما امكن نستغلوا على المطبخ التقليدي، المطبخ التقليدي اللي تعلمناه في ديورنا، اللي والدينا كانوا كيديروه. كنحاولوا نستغلوا بليزيبيس اللي موجوده في السوق، اللي كامله كتبقى غير اضافات ديال اللمسه ديال الشاف. كنظن بان باش كتحكي على واحد سبيسياليتي معينه في واحد المدينه معينه. حنا حاليا في المغرب، والمغرب ديما كيتمتز بالاطباق الراقيه جدا، اطباق اللي عندها واحد التراث وعندها واحد التقاليد كبيره. حنا ما كنخرجوش على التقاليد هذه. ديما لوطيل فيه كنخدموا على، كنشتغلوا على كويزين ماروكا، كنشتغلوا على كويزين بصفه عامه، كنشتغلوا على كويزين انترناسيونال اللي كندمجوا بينها بين المطبخ الفرنسي، المطبخ المغربي، المطبخ الايطالي. عندنا اوبن بيفي اللي يكونوا لي بيفي كيكونوا هنايا، اللي كان ما كنختاروش واحد سبيسياليتي معينه، كان انسيستيو على الجوده، كان انسيستيو على لا كاليتي دو برودوي، وطبيعه الحال كيبقى لو شوا والاختيار ديال الزبون.